مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي. دي الاهلي اخر جزء في حاله الاهلي اللي هي النهارده عن الالعاب الاخرى. وانا جاي النهارده يعني قعدت افكر كتير، لقيت نفسي بروح لطوكيو 2020 وازاي نقدر عندنا ابطال كبار نقدر نوصل. الحلم مهم جدا والاهم ان احنا ندعم. عندنا ابطال كبار زمان حققوا ميداليات اولمبيه، تحقيق الميداليه الاولمبيه تحقيق طويل الامد كبير، لازم الناس كلها تشتغل عليه، يعني كل الدول تشتغل عليه. يعني عندنا اسطوره في السباحه في امريكا اسمه مايكل فيليبس، محقق 27 ميداليه اولمبيه، رقم كبير. كل الدول العربيه ما حققتش الرقم ده، هو مايكل فيليبس حققه. لما اتحط مايكل فيليبس في ترتيب الدول طلع 32 على كل دول العالم، على 220 دوله بيلعبوا اولمبياد. الموضوع كله ان احنا ازاي نهتم ونرعى الابطال الاولمبيين. عندنا ابطال في النادي الاهلي بالاخص، عندنا ناس كتير زي في السباحه على يعني على سبيل المثال عندنا احمد اكرم وعندنا علي خلف الله وعندنا في مصطفى عبد الجواد في العاب القوه وعندنا ناس كتير وعندنا جانا فاروق اللي كانت موجود معانا قريب جدا هنا في البرنامج وبرده بتستعد لاولمبياد 2020. عايزين كل الاتحادات المصريه مع كل الاجهزه المعنيه بوزاره الرياضه مع اللجنه الاولمبيه تهتم. الاهتمام ده حاجه مهمه لان ده اللي بيجيب البلد لفوق في المحفل الاولمبي، ده اللي بيعمل الارقام، ده اللي بيحقق البطولات. زي ما كان عندنا كرم جابر، زي ما كان عندنا كابتن محمد رشوان، زي ما كان عندنا ابطال كتير على مدار السنين اللي فاتت بحققوا ميداليات اولمبيه. عايزين الميداليات الاولمبيه دي تبقى حاجه قريبه. الكاراتيه اول مره يخش، المره اللي جايه اول مره هيخش في طوكيو 2020. عايزين ابطالنا هم زي ابطال عالم، عايزين ناخد ميداليات اولمبيه. بس يعني رساله موجهه الى المعنيين بقياده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لازم نهتم، لازم نعمل كل اللي علينا علشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه. الابطال دي اعتقد النادي الاهلي مهتم جدا بالابطال دي، بيدعمهم بكل الاسلوب، مجلس اداره بيدعم كل الالعاب الفرديه عشان يوصلوا للمراد. المراد ده ان احنا يكون عندنا لعيبه تقف في المحفل الاولمبي ترفع علم مصر. اسهل حاجه العالم تعرف منها هي الرياضه دلوقتي، حاجه مهمه جدا جدا جدا. اتمنى ان الناس كلها تشتغل على هذا الملف، ان نيجي في طوكيو 2020 ونقول احنا حققنا حاجه لبلدنا، لبلدنا مصر اللي احنا كلنا خيرنا منها. كده خلصت اول حاجه، وده كانت امنيه عندي كنت لازم اقولها لكم. ونبدا في اخبار النادي الاهلي. اخبار النادي الاهلي عندنا ثلاث اخبار مهمين جدا. اول خبر فريق كره السله سيدات بكره ان شاء الله هيلعب فاينل دوري المرتبط. فاينل دوري المرتبط هيلعب مع نادي سبورتنج، نادي قوي، نادي معروف، نادي منافس للنادي الاهلي، هو المنافس الاول لينا في البطوله نادي سبورتنج. بنات اقوياء جدا، كلمت مع كابتن ايهاب الالفي قال احنا الحمد لله مستعدين مكتملين الصفوف. بكره وبعده الاربع والخميس يحددوا نهائي دوري المرتبط سيدات. الماتشين هيتلعبوا فين؟ هيتلعبوا بكره في استاد القاهره وبعده في استاد القاهره في الصاله الكبيره. الماتشين بكره ان شاء الله هيكون الساعه 2 والساعه 6، وبعد بكره يوم الخميس الساعه 4 والساعه 8. وان شاء الله قناه الاهلي هتتابع معاكم الاحداث وتتابع معاكم ان شاء الله باذن الله تواجدنا هناك هيكون مع فرقتنا. وان شاء الله مبارك لفريق كره السله سيدات ب دوري المرتبط باذن الله بكره وبعد. هنروح ل تاني خبر عندنا من كره السله رجال، والاستعداد لمباراه مهمه جدا 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 الجمعه والسبت. دوري السله شادد حيله في ماتش مهم جدا لفريق كره السله رجال مع نادي الزمالك الساعه 8، عفوا يوم 8 ويوم 9 جمعه وسبت باذن الله هيلعبوا في دور الثمانية. الماتش اللي قبليه دور اللي فات كسبنا نادي الاولمبي وصعدنا. الماتش اللي هيتلعبوا في صالة 6 اكتوبر ماتش مهم جدا جدا جدا. كابتن خيري برضو بالكلام معاه والسؤال معاه ان فرقته الحمد لله مكتملة الصفوف، لسه في لعيبة المنتخب انضمت عليه وبدأوا يعملوا تدريبات جماعية. ان شاء الله بإذن الله يعدوا المرحلة الجاية ويعدوا ويكسبوا ويكملوا لفاينل دوري المرتبط او يوصلوا للدور قبل النهائي. نخش على كرة اليد سيدات، وفوز كرة اليد سيدات بنتيجة 21-18 على نادي الجزيرة. اول شوط خلص 10-9، السكور قريب. الجماهير مش مستريح، انا بقول للكابتن صلاح الكلام ده، الجماهير مش دايما السكور بيبقى قريب. خسرنا ماتش وعديناه، لكن اللي جاي لازم يكون اكتر شويه. ربنا يوفقهم باذن الله، بيستعدوا لمباراه المنصوره يوم السبت القادم.
باذن الله في الدوري. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه يكون كل اللي جاي ميداليات وحصد ميداليات وحصد بطولات في تاريخ النادي وزياده دولاب البطولات في النادي الاهلي. النهارده معانا ضيوف، بعد ما خلصت اخبارنا معانا ضيوف، ضيوف مهمين جدا. جهاز كامل موجود معايا وهو جهاز العاب الماء بقياده الكابتن وائل عزت. هنخرج لفاصل وترجعوا لنا نستقبل ضيوفنا عشان نتكلم على العاب الماء بصفه عامه، البطولات اللي حققوها والبطولات اللي جايه، وبطوله الكابتن نرمين فضل رحمه الله عليها للسباحه للباليه وهكذا وهكذا. عندنا حاجات كتيره انا اشوفها مع كابتن وائل عزت والاخوه الافاضل. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.